ولولا أن ثبتناك، أوف كمان، لولا أن ثبتناك، هاي قضية ثانية على فكرة كنت منشوف. ولولا، لولا مفهوم، هذه هون هون في هذه الجملة امتناع لوجود، يعني امتنع الركون لوجود التثبيت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. لحظة، إذا امتنع الركون لوجود التثبيت، شو بسموه؟ حرف امتناع لوجود. طبعا هو مش دائما حرف امتناع لولا لوجود، خصوصا إذا مثلا جاء بعدها، نفرض جاء بعدها فعل مثلا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هاي فعل بعدها، هون فيها معنى الحظ أو مرات التأنيب إلى آخره، مش امتناع لوجود. هي الامتناع الوجود بيكون بعدها اسم أو يعني ما هو مؤول باسم. لولا أن رأى، إذا لولا رؤيت بدك تأولها، بدك تأولها، ما هي ما احنا قلنا بيكون اسم أو مؤول باسم، مش هيك؟ مؤول باسم مثلا، إذا لولا أن رأى يعني لولا الرؤية، والرؤية اسم ولا فعل؟ الرؤية اسم، تمام؟ إذا لولا أن رأى، شو يعني أن رأى؟ بجوز تقولوا طب هاي في فعل، لا، ما هي لولا أن رأى، أن رأى تؤول بإيش؟ الرؤية، أيوة مصدر مؤول، مش هيك؟ طيب الله يبارك فيكم، يعني فهمتوها. طيب إذا هي بتكون امتناع لوجود لما يكون بعدها إيش؟ اسم مش فعل. يعني لولا التسبيح، لولا التسبيح. طيب لولا أن كان مسبحا، كان مسبحا، لولا كان هون كان مسبحا. طيب ولولا امتناع، امتنع الركون لوجود التثبيت، مثلا لولا علي، هاي مشهورة العبارة، لهلك عمر، هذا من شهادة عمر لمين؟ إذا صح طبعا، عن عمر بن الخطاب، لأنه كان يستشيره كثير، وعلي طبعا عقليته كانت فذة خصوصا في الرياضيات على فكرة، وهو شاعر كبير، علي شاعر كبير، وفي الرياضيات إشي عجيب، يتفوق على كل المعاصرين في بعض المسائل غريبة في الرياضيات عند علي بن أبي طالب. رياضيات، الرياضيات تفاصيل في القضاء طبعا، وفي القضاء وعمر يشهد له، وعمر فذ ما هو. لولا، لولا، لولا مين؟ لهلك مين؟ إذا لوجود علي لم يهلك عمر، مستشيره، مستشيره، هذا إذا امتناع لوجود، امتناع لوجود، امتنع كذا لوجود كذا. طيب ولولا أن ثبتناك لقد كدت، 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 هي هيك تلفظ، يعني تدغم التاء بالدال الساكنة، مش هيك؟ إذا مش دائما حروف القلقلة تقلقل، كدت، لا، لأنها يعني ما بعدها التاء اللي تدغم فيها، كدت، بغض النظر شو، مش درس، لقد كدت. بالآن في تجانس وفي تقارب تفاصيل، مش قضية، مش موضوعنا الآن. لقد كدت ولولا أن ثبتناك، التثبيت إيش هو التثبيت؟ لاحظوا، تثبيت، تثبيت فيه أمرين، استقرار ودوام، تثبيت، تثبيت والثبوت، تثبيت والثبوت، إذا فيه استقرار وتمكن ودوام. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم في هيئته النفسية والعقلية وتفاصيل هذه الثابتة، هاي الله حفظ له عليها، ثبتناك على الوضع اللي انت فيه، ثبتناك على الوضع اللي انت فيه. إذن هو هيئته النفسية والعقلية وكله ثبته. شو يعني ثبته؟ قلنا ايش؟ مش قلنا استقرار الشيء وتمكينه ودوامه. لو ولولا أن ثبتناك
لقد كدت. هاي رجعنا لإيش؟ وإن كادوا لنفسها. هاي كدت. إذن ما حصلش. إذن ما حصلش. لولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو إذن ما ركنش ولا شيء قليل. بس خلينا هون، احنا سبق في درس ماضي اذا بتذكروا تحدثنا عن شيء، وما هو الشيء؟ تحدثنا في درس ماضي. وجيد هون يعني في اللغة كلمة اشياء اللي هي جمع، هاي هذه ممنوعة من الصرف. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء، مع انه قبلها عن اللي هي حرف جر. عن اشياء انت الان بغض النظر عن سبب منع الصرف، اختلفوا اصلا اهل اللغة ليش اشياء ممنوعة من الصرف. احنا بهمنا يعرفوا انها ممنوعة من الصرف، خلاص اشياء. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء، لانه الممنوع من الصرف لا ينون ولا يكسر، مش هيك؟ في الحركات يجر بالفتحة. هاي هون مجرورة بايش؟ بالفتحة. أشياء لا تسألوا عن أشياء. طيب لقد كدت تركن. نشوف تركن الركون، ومنه الركن وأركان الشيء. خلينا هون شوي صغيرة نأخذ في الفقه شوي، أو أصول الفقه بس على وجه السرعة، وإحنا نوضح الركن وتركن. الأركان الصلاة اللي هي الأساسيات، يعني أساسيات الصلاة، مش هيك؟ أركان الصلاة بتكون في داخل الصلاة، يعني من ماهية الصلاة، يعني من الأمور التي تؤديها في الصلاة، في الصلاة. وإنما شروط الصلاة الأمور التي تسبق الصلاة، زي الوضوء، شروط الصحة، شروط صحة الصلاة بتكون خارج الصلاة، شروط صحة الصلاة خارج الصلاة، وأركان الصلاة في داخلها. ولكن إيش أساسياتها؟ هاي واحد. وأركان البيت إذا بتلاحظوا الأسس اللي بيقوم عليها البيت كله، فهي القوة الحقيقية للبيت. لذلك بعض العلماء ذهب إلى أن الركن قوة. لو أن لي بكم أو إلى ركن شديد، هذا مين؟ لوط عليه السلام. لو أن لي بكم قوة، أو قوة من عنده، لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن إذن من علماء اللغة من رأى أنه فيه معنى القوة. فأركان الشيء، أركان الشيء يعني أسسه القوية اللي بدونه بتضعضع الشيء، الركن. ويبدو أنه المسألة إذا بنكون أدق في تبيان المعنى، أولا ركنة فيها ميل، فيها ميل للشيء. هي أول قضية، أول خطوة في اللي إذا واحد بده يركن بميل، بعد ما يميل إيش؟ بيسكن لهذا الشيء أو بيستند إله. إذا حتى يكون ركن شو بكون؟ بكون مال وسكن عند هذا الشيء. شو يعني سكن؟ كأنه استقر هيك واستند. والواحد فيكم مثلا إذا بده يركن العصا، شو بيعمل في العصا؟ بده يركنها على الحيط مثلا، بميلها وبتستقر وبتسكن على الحيط، بنقول ركن العصاي، بشيك وأصبح الحيط ركن إلها لأنها يستندت إله. تمام. لقد كدت تركنوا إليهم، يعني كدت يا محمد، كدت ما حصلش، هو ما حصلش، كدت تميل. وهذا دير بالكم الكلام إذا للرسول معناته إحنا إيش؟
مشان نظل ننتبه. على فكرة ننتبه لسلوكياتنا وتفكيرنا، مشان لأنه مرات ممكن ننخدع ومرات ممكن نقعد نفتيها. لقد كت، ما حصلش كت، تركن تميل إلهم. طبعا ليش ممكن يميل؟ لأنه بجوز هم يحاولوا بوسائلهم والكلام المعسول والعاطفي والتفاصيل وها، وقربوا يسمعوا وقربوا يفهموا ويبدو بدهم يؤمنوا. لاحظوا بميل وبنتهي ميله وين؟ اللي بركن يسكن إليهم ويتقبل منهم ويستقر أمره معهم. لقد كت تركنوا إليهم شيئا، وهذه شيئا المنكرة ما هي أي نكرة، شيئا شيء، هذه بتدل على التقليل، ومش بس بتدل على التقليل وبعدها كمان قليلة. شوفوا قديش المسألة ما حصلتش. إنه لولا أن ثبتناك، ما هو معصوم أصلا الرسول، ولكنه إنسان حتى لما يكون هو المثال. المثال بده يكشف ان حقيقة الامر، مش اما احنا نكون محصنين ندرك تماما نفهم. ديروا بالكم ها في قضية الدين وكيف ممكن يتم خداع الامة، حتى خداع الامة اللي تتخلى عن دينها او يبدو يبدلوننا الدين ويقال هذا دين الله لتفتري علينا غيره، بجيبوا لك يا مفصل. هم اللي بدهم على فكرة لتفتري، بدو يقول له هذا مقاصدهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. افهم لما تعرف مقاصدهم لخربتهم باقين هيك. اذا هم بدهم اياني احرف الدين وكمان اقول انه دين الله كذا، مش بس احرفه او مش بس ابتعد عنه، وكمان انا اعطي انه هذا دين الله. وقيسوا الان شو اللي بصير قاعد، وبتسمعوا اليوم في الفضائيات ومن الناس اللي بسقطوا قاعدين وبتستغربوا شو يعني بسقطوا. هو اصلا لو عديتهم اللي سقطوا في البلاد المختلفة من فقهاء السلاطين، عددهم بالنسبة لعلماء الامة ولا يذكر، غالبية علماء الامة على الحق. لكن شو يعني على الحق؟ درجات. في منهم الساكت بقول لك الظرف بيساعدني بس انا ما بشهدش للحاكم، ولا مستعد ازور ولا مستعد كذا، بس بدنا السلامة وبنحكي في قضايا يعني عبين ما الله يفرجها، هاي مستوى. ولكن لو ذبحته مش مستعد يحرف الدين ولا يعطي فتاوى للطغاة والظلمة، تمام؟ في مستوى هذا. اذا هي مستويات. اما البايعين حالهم هذا خلصنا سقط. لو بدك تقيس البايعين حالهم لعلماء الامة، البايعين حالهم لانه هذول فتنة على فكرة. في كثير من الناس بيفتتنوا قاعدين من عوام الناس، بقول لك ايه هاي المشايخ. ايش هاي المشايخ؟ انت بس بتشوف المشايخ اللي سقطوا، بتشوفش اللي استشهدوا، وبتشوفش اللي يعذبوا، بتشوفش اللي يسجنوا، وبتشوف الاف الصامده، بتشوفش اللي بكتبوا، وبتشوفش اللي بيصلحوا الامه وبيبينوا له حقيقتها. وقال بيفتنوا لانه اكم من صعلوك سقط لصالح الظلمه. ما هو الدين جاء. انا ليش بحكي على فكرة؟ لانه الساعة الهجمة مستمرة وبدهم بيحاولوا الان يدخلوك مداخل ويجيبوا لك من السقط مشان يبينون لك شو الدين، لانه الناس يبدو بتعرفش الدين تحت ستار تجديد الدين وتفاصيل. الناس عارفة كيف يجدد الدين ومين اللي بيجدد.